بلشت مسيرة نارين بيوتي بعالم اليوتيوب والشهرة من قبل 4 سنوات بتنزيلها لأول فيديو اللي كان بعنوان لو خيروني آكل عطر، حيث عمل الفيديو ضجة كتير كبيرة وحقق ملايين المشاهدات، حيث كانت فكرة فتح القناة من أختها شيرين. وفي هالمدة تمكنت نارين من جمع أكثر من 6 ملايين متابع. نارين بيوتي ضيفتنا اليوم بالجوجل بلوج. قناتها عبارة عن مزيج بين التحديات، الموضة، المكياج، المقالب، حيث فيديوهات المقالب بقناتها أخذت أعلى عدد مشاهدات، مثل مقلب الزواج من محمود بيطار اللي حقق أكثر من 12 مليون مشاهدة، ومقلب نزيف الدم اللي حقق 10 مليون مشاهدة. ولدى نارين بيوتي تجربة كثيرة بالغناء، حيث أصدرت أول أغنية بفيديو كليب لإلها قبل سنة، اللي كان الانطلاقة الحماسية لنارين بيوتي بمجال الغناء، حيث نزلت بعده بأشهر قليلة أغنية عيش حياتك وما في يخبي، وحققوا نجاح كتير كبير. أما بالإنستغرام فعندها أكثر من 2,800,000 متابع، وهي متابعة 860 شخص، حيث نشرت أكثر من 340 صورة، حيث آخر صورة نشرتها كانت مع الفنان ناصيف زيتون في حفل إطلاق يوتيوب ميوزك، حيث حققت الصورة أكثر من 245,000 لايك. أما اللي قبلها فكانت من رحلتها للمالديف، حيث كتبت بليز رجعوني على المالديف، وحققت الصورة أكثر من 216,000 لايك.